طب انت تفاصيل اللي تواصل معاك لحد دلوقتي، مثلا الفنان رامي جمال، الفنان هل رامي جمال عرض عليك غنوة معينة؟ اتفقتوا فعلا على حاجة ولا بس كانت تعارف؟ احنا اتفقنا على مقابلة، يعني هو كل اللي دار الحوار كله اللي بينا ان احنا اتفقنا على مقابلة بس، ان شاء الله حلو هنتقابل حلو. وهيبقى بقى في كلام، يعني هنتكلم مع بعض ونشوف، الله المستعان. يعني حلو. واختار والفنان رامي جمال يعني كمان ملحن موهوب، اختار كلامك بقى واقعد تمام كده ونقي واعمل اللي انت نفسك فيه من اول السكة، احنا متحمسين.